أسأل ضيفي الحقوقي اليمني السيد وديع عطا، إلى أين وصلت الأوضاع الإنسانية في اليمن وخاصة في الحديدة على وقع هذا الصراع ما بين الحوثيين وقوات التحالف؟ نعم، الحديدة معروف بالنسبة لليمنيين بشكل كبير، انتشار نسبة الفقر فيها بشكل واسع، وتعتبر إذا صح التعبير عاصمة الفقر في اليمن. نسبة الفقر في الحديدة تتجاوز 80%، مع أنها للأسف تغذي ميزانية الدولة بما يقارب 40% من ميزانية إجمالي الدولة في حال الاستقرار العام، وتستقبل حوالي 70% من الحركة التجارية العامة التي تغذي أغلب محافظات الجمهورية، إضافة إلى كونها أيضا لديها ميناء نفطي وهو رأس عيسى، ويفترض بأن يكون الوضع المعيشي لها على العكس تماما مما هو فيه الآن. لكن سوء التغذية الوخيم مثلا هو يعتبر من الحالات المستوطنة في الحديدة، الحميات، الملاريا، هذه الأمراض التي تطيح بالناس خصوصا فئة الأطفال وكبار السن في الحديدة، مع انعدام القدرة الحقيقية للمواجهة الصحية. القطاع الصحي تقريبا شبه منهار، وانهار كليا في ظل الانقلاب وبسبب الحرب الآن حاليا. ما من يوم إلا وهناك ضحايا من الأطفال في الحديدة، هناك كثير مغيبين عن أجهزة الرصد الرسمية أو حتى الحقوقية الدولية، وللأسف هناك مزايدة كبيرة من قبل كافة الأطراف بالملف الإنساني في الحديدة بشكل عام. ليس هناك من اهتمام حقيقي بالإنسان داخل الحديدة. كافة الأطراف السياسية والعسكرية تتاجر بمعاناة أبناء الحديدة. أنا ابن المحافظة وأستطيع أن أقول بأنه ما من طرف، لا تحالف ولا حوثي، يبالي فعلا بالإنسان، لأن التحالف تبينت استراتيجيته وأهدافه بأنه يريد الحديدة الميناء وليس الحديدة الأرض، يريد أن يبسط سيطرته على شواطئ اليمن الغربية، ولا يريد تحرير الإنسان، بدليل بأن يعني الهجمة العسكرية الأخيرة التي كانت في منتصف يونيو الماضي ذهبت بشكل مباشر نحو الميناء وليس ولم تذهب إلى الثقل الديموغرافي للحديدة.